الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم ومرحبا في هذا المقرر الجديد من مقررات العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الملك خالد الموقرة، وتحديدا في كلية الشريعة وأصول الدين قسم العقيدة والمذاهب. سنعيش في هذا المقرر وعنوانه المذاهب الفكرية المعاصرة. هذا العنوان يقف بنا على طبيعة دراسة موضوعاته، إذ إنها تتعلق بالاتجاهات الفكرية والمدارس الفكرية في بيئة الإسلام، ذلك أن الأمة المسلمة قد ابتليت في هذه الآونة بطرح أفكار جديدة لابد من التعامل معها وفق مقتضيات وحاجات الأمة. المذاهب الفكرية المعاصرة سنعيش هذا المقرر وفق بعض الوحدات، وفي كل وحدة بعض الدروس، حيث إننا نقف على جنبات المقرر ومبادئه لنصل في النهاية إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب جامعة الملك خالد. الوحدة الأولى عنوانها المذاهب الفكرية، حيث نعرف بها ونبين نشأتها ونظهر سماتها، كما نبين أسباب انتقالها إلى العالم الإسلامي ووسائل انتقالها وآثارها على العالم الإسلامي. أما الدرس الأول، المذاهب الفكرية، قبل بداية الدرس لابد أن نحدد هذه المذاهب الفكرية، فنؤكد على أنها من أعظم ما بليت به الأمة، ذلك أنها أمر فكري بعد أن كانت علاقتنا مع الآخر علاقة عسكرية، حيث إن العدو قد غير سلاحه من السلاح العسكري إلى سلاح فكري، فنستطيع أن نقول إنها أفكار هدامة كما أن السلاح هدام. سنتعرف عزيزي الطالب في هذا المقرر على أو في هذه الوحدة على بعض الحقائق العلمية والتاريخية والفكرية المتعلقة بالمذاهب الفكرية، حتى يستطيع الباحث أو الطالب في مرحلة ما أن يقف على هذه المبادئ، فيستطيع أو يسلح بسلاح الفكري كما أن العدو يسلح بسلاح جديد. كذلك من خلال هذه الدروس سنقف على المقصود بالمذاهب الفكرية ونشأتها وأسس المذاهب الفلسفية المادية، كما سنحاول بالأدلة العقلية والنقلية القاطعة مناقشة هذه الأسس التي تقوم عليها المذاهب الهدامة التي تقوض من صروح عقيدة الإسلام وتزلزل من أفكار أبناء الأمة. ومن هنا سنقف في هذه النقاط على النقاط التالية. الدرس الأول حول تعريف المذاهب الفكرية، وكذلك سمات المذاهب الفكرية، كما سنقف في هذا الدرس على نشأة المذاهب الفكرية وأسباب نشأتها في عالمنا الإسلامي أو في العالم الغربي. نشأت في أوروبا وانتقلت إلى عالمنا، فكيف انتقلت؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس. المذاهب الفكرية المعاصرة، مكونات هذا العنوان هي المذهب وأيضا الفكر، وكذلك مكونات الكلمة المذهب الفكري. المذهب هو الاتجاه، والفكر هو التأمل، والمذهب الفكري تكوين لهذا الاتجاه الفكري الذي سنعيش معه في هذه اللحظات. أما عن تعريف المذاهب الفكرية، فالمذهب لغة محل الذهاب وزمانه، واصطلاحا هو الطريقة المتبعة سواء كانت مادية أو معنوية، علمية أم غير علمية، يعني الطريقة التي يسير عليها المفكر. قد تكون طريقة مادية، يعني يعتقد بأشياء مادية ويؤمن بها ويأتي بالأدلة من واقعها، كما أن منها الأمور المعنوية، القضايا التي تثار، وكذلك منها ما يعتمد على العلم أو يعتمد على المادة، وهذا هو ما سنتعرف عليه فيما يأتي تباعا. المذهب الفكري، ما المقصود بالفكر؟ الفكر هو النظر والتأمل
واصطلاحا هو إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة الأمر المجهول، الأمر الذي يريد العقل البشري أن يصل إليه وتريد المذاهب المتناحرة فيما بينها أن تثبته، فإنها عندئذ تتخذ من الفكر والتأمل طريقة. المذاهب الفكرية المعاصرة، فما المقصود بالمذهب الفكري إذن؟ المذهب الفكري هو مجموعة من الآراء والأفكار التي يراها أو يعتنقها ويعتقدها إنسان ما، وبالتالي تسير على هديها جماعة أو يأخذ الفرد من الجماعة هذه الفكرة ويسير على وفقها. هذا هو المقصود بالمذاهب الفكرية. للمذاهب الفكرية عزيزي الطالب سمات وخصائص، والمقصود بالسمات أي المميز للشيء. فما الذي يميز المذاهب الفكرية؟ إن المذاهب الفكرية لها ما يميزها، ومن أهم ما يميزها أنها نتاج عقلي، إذ إنها ليست أبدا من وحي السماء، ولكنما هي من أفكار البشر. فالمذاهب الفكرية نتاج عقلي، هذا أول سمة. من سماتها أيضا أنها تشتمل على التناقض والاختلاف، وهذا بطبيعة الحال. لماذا؟ لأنها ناشئة من فكر الإنسان، والإنسان ابن الأغيار، يتغير بفكره ويتغير باتجاهه ويتغير بهيئته مع الزمن، وبالتالي يتغير أيضا بفكره. من سمات المذاهب الفكرية كذلك أنها مذاهب ليست لها علاقة بالوحي ولا صلة لها بالرسالات الإلهية، بمعنى أنها ما دامت من وضع البشر فإنها لا تنسب أبدا إلى السماء، إذ إن الحق تبارك وتعالى وحاشاه أن يكون من وحيه ما يشتمل على التناقض، وما دامت المذاهب الفكرية متناقضة فإنها ليست لها علاقة بالسماء كما قلنا. أيضا من سمات المذاهب الفكرية أنها تتغير بتغير الزمن ولا تثبت مع الأحداث أبدا، فهي ما دامت متغيرة فإنها كذلك تنسب إلى الإنسان. وبذلك نكون قد وقفنا عزيزي الطالب على سمات المذاهب الفكرية، فكيف نشأت؟ هذا ما ستحمله الصفحات التالية.